احداث قلعه الكرك عام 2016 بدات الاحداث القلعه بحادثه بمنطقه القطراني والتي تبعد عن الكرك 45 كيلو شرقا. هنالك كانت الخليه الارهابيه تتخذ من شقه موجوده في المنطقه مكانا للتخطيط للعمليه الارهابيه. طبعا بدات يعني خيوط العمليه تتكشف عندما انبعثت روائح لدخان من الشقه. قام مالك الشقه بابلاغ الاجهزه الامنيه، حضرت الاجهزه الامنيه على الفور الى المكان.